بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأنهار التي توجد في الأهرامات القديمة والغابات. أثبت العلماء حديثا أن الأماكن الأثرية حيث توجد الأهرامات في مصر حسب جريدة ديلي ميل العدد 8.17 عام 2012 كانت ذات يوم مليئة بالأنهار والغابات. وهذه الحقيقة العلمية لم يتم تأكد منها إلا في منتصف عام 2012 بدراسة علمية استغرقت عدة سنوات. ولكن المذهل أن القرآن تحدث بدقة عن هذه الحقيقة قبل 14 قرنا. قد أخبر القرآن في عدة مواضع بقصة فرعون والنعيم الذي كان يتمتع به والخيرات التي أعطاها الله له، ولكنه تكبر وكفر فأهلكه الله وأقرقه بذنوبه. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم بلسان فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سورة الزخرف آية 51. والله أعلم. هذه إشارة دليل على أن في أنهار في ذاك القبل وغابات، والله أعلم.